من قبل أكثر من سنة تحركت الساحة العربية في اتجاه الإصلاح والتغيير على يد شعوبها فيما يصطلح عليه بالربيع العربي. الملاحظ من هذا الحراك كله أنه ليس كما كانت طبيعة الحركات السياسية والانقلابية قبله، والتي كانت تنطلق عن تدبير قيادة شخص أو حزب أو فئة متنفذة وطلباً لمكاسب تتحرك في دائرة معينة ضيقة خاصة. امتاز الحراك الذي شهدته الساحة العربية هذه المرة امتاز الحراك الذي عاشته الساحة العربية هذه المرة بأنه حراك شعبي عام منطلق من معاناة الشعوب، من وعيها وجهودها وتضحياتها، ويعبر عن آلام الشعوب وآمالها وطموحاتها، ويسعى لاستعادة عزة هذه الشعوب وكرامتها. ولذلك لا يتوقف عند وصول البديل الذي لا يحقق أحلامه وأحلام الشعب وأمنياته رغم كل الكلمات المعسولة والألوان الزاهية وأساليب الخداع والشعارات الرنانة. طلقت الشعوب تطلب الانعتاق، حرية والانعتاق، العزة والكرامة، أن تسود قبل أن تسودها الحكومات. وللطبيعة الشعبية العامة لهذا الحراك تجده لا يموت بموت رجل ولا رجال، ولا بسجن مئة ولا مئات، ولا بتراجع حزب أو أحزاب، ولا يضعف بمن يضعف، وخيانة من يخون، إنه تفجر عام لقوته وسعته واشتداده، لا تؤثر على اندفاعته العارمة كل هذه الخسائر وكل هذه التراجعات. هذا الواقع الذي رآه الجميع في عموم الساحة العربية لا بد أن يؤكد للذين يطمحون لإسكات صوت الشعب هنا عن مطالبه بأنه لو مات كل العلماء البلد ممن يتمنون موتهم، أو غيبوا في السجون أو هجروا، ولو خلت الساحة من كل رمز من رموزها السياسية، فإن ذلك لا يقضي على حركة الشعب وإصراره هيهات منة الله، هيهات منة الله، هيهات منة الله، هيهات منة الله. وظاهر أننا صرنا هنا إلى هذا المستوى الأخير، أن تلاحق، أن تجرم كلمة تنطلق بمطالبة الإصلاح. قولنا أمام هذه الحالة لا عنف ولكن لا تراجع، لا تراجع عن الإصلاح، لا عنف ولكن لا تضحية بالمطالب، لا عنف ولكن لا عودة إلى الوراء، لا عنف ولكن لا بد من الحرية والعزة والكرامة، لا عنف ولكن لا بد من حقوق المواطنة الكاملة، لا عنف ولكن لا بد من أن تصدق كلمة الميثاق بأن الشعب مصدر السلطات. ذهب عشرات الشهداء إلى رحمة الله، ودخل السجون مئات الأحرار والحرائر، وامتلأت ساحة الوطن من أنواع الانتهاكات التي ضاق بها الشعب، وهدمت المساجد ولا زال يمنع بنيانها والصلاة في مواقعها، ولا زال الشرفاء والشريفات مغيبين في حبسهم،
ولا زال سماحة الشيخ المحروس والناشط الحقوق الخواجة يتهددهم الموت في المستشفى السجن، ولا زال رجب الناشط الحقوقي الآخر يحتجز ويحاكم، ولا زال قادة الرأي السياسي ممن في السجن يتلاعب بمصيرهم، والرعب الذي تفرضه السلطة هو سيد الموقف، والمطالب الحقوقية والسياسية معطلة، كل ذلك ولا حاجة للإصلاح؟ سؤال يتطلب جواباً موضوعياً منصفاً من السلطة. كيف تباركون لأي سلطة أنتجتها الديمقراطية في أي بلد من بلدان الربيع العربي من خلال إرادة الشعب، ثم ترون أن مجرد المطالبة بالديمقراطية من هذا الشعب جريمة لا تغتفر، ولا بد أن تواجه بالعقوبة الصارمة وأشد التنكيل والعذاب؟ كيف تحاربون من أجل الديمقراطية في بلدان من بلدان الربيع العربي وتقهرون صوت الحرية في هذا البلد؟ تمتلك السلطة الكثير من الإمكانات البطش والتنكيل وتنفيذ مشتهياتها في الناس، ولكن كل المقادير محكومة لمالكها الواحد الأحد الذي لا نفاذ لأمر إلا بإذنه. وإذا كانت المحاولة من كل التهديدات والتوعدات أن يتخذ مؤمن من أي سلطة رباً من مع الله سبحانه يخافها خوفه منه ويرجوها رجاءه فيه ويمتثل لإرادتها امتثاله لإرادته فضلاً عن أن يقدم لها أمراً أو نهياً على أمره ونهيه، فهذا مما يستحيل على عقل المؤمن وإيمانه ونفسيته التي بناها الإيمان. والله هو العاصم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن تكن قويا فالله أقوى. وليسمح لي ملأكم الكريم أن أعرض بصورة مقتضبة لما نالني من التشكيك في جنسيتي في حملة من الافتراء المكشوف والتجني السافر المتجاوز لحدود الدين والأدب واللياقة والأدب وكل عرف إنساني، حيث أراه طريقاً لماذا نتناول هذا وأعرض هذا؟ حيث أراه طريقاً للتشكيك ليس في جنسية المئات من أرحامي فحسب، ولا جنسية طائفة بكاملها، بل هو طريق للتشكيك في جنسية أي مواطن أصلي مغضوب عليه من السلطة. لكن لماذا يتجاوزني هذا التشكيك والمئات من أهلي إلى كل مواطن مغضوب عليه؟ ذلك لا لأني أمثل غير نفسي، أو أن الامتياز على أي طفل من أطفال الطائفة أو الشعب، ولكن لأن نسف ثوابت جنسيتي مع ترسخها يفتح الباب لنسف ثوابت الجنسية لأي واحد يراد التخلص منه للعداء السياسي. ولا فخر كالفخر بالإسلام، ولا قيمة لنسب من دون عمل صالح. فأسأل الله الحنان المنان لي ولكم سلامة الدين وزاد التقوى، وشكوانا إلى الله، وكفى بالله حاكما ونصيرا. مثل الكلام الذي نشر فضيحة من فضائح الإعلام الرسمي، وصورة من صور الظلم البشع للمواطن. ولي كلمة إلى كل المؤمنين والمؤمنات من أبناء هذا الشعب الكريم، أبلغكم
أبلغكم أيها الأعزاء أنه لا يرضيني بل يسوءني مسني ما مسني من سوء ظلم الظالمين أن يضطرب وضع هذا الوطن يسوءني أن يضطرب وضع هذا الوطن أو أن أكون سبباً في أن تسيل قطرة دم واحدة من أي مواطن أو مقيم كان من كان وإني لشديد الحرص وإني لشديد الحرص على سلامة شبابنا نفسي لهم الفداء أما طريق المطالبة السلمية بحقوق الشعب ونيل حريته واسترداد كرامته وتصحيح الوضع فلا انقطاع له ولا يمكن التوقف عن هذه المطالبة ذهب منا من ذهب وبقي من بقي ولا حول ولا قوة إلا بالعظيم وما النصر إلا من عند الله.